قتيل بالفكر والتحليل. آياته كالنور لا ترتضي بمثيل. قد أعجز البلغاء والنص خير دليل. ما رتل الرحمن وأتى به جبريل. أين الذي يرضاه؟ أين العقول؟ أين العقول؟ دكتور عبد الدايم الكحيل، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة. ظاهرة الهرم وهي وصول الإنسان لنهاية عمره، يعني كثير من العلماء بيحاولوا يوصلوا لوسيلة أو لحل لمد عمر الإنسان، فما أثر ذلك على صحة الإنسان دكتور بشكل عام؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نشكر لكم هذه اللقاءات الطيبة إن شاء الله، ونسأل الله أن يجعل فيها الخير والفائدة لكل من يشاهدنا ويستمع إلينا. اللهم آمين. الحقيقة الإلحاد دائما يقود الإنسان إلى الكوارث. الملحدون في الغرب بما أنهم يعتقدون أن نهاية حياتهم هي نهاية كل شيء، ليس هناك بعث أو آخرة، فبدأوا يقومون بأبحاث بهدف إطالة عمر الإنسان، لأنهم يعتقدون أن الإنسان بمجرد أنه مات انتهى كل شيء. هذه الأبحاث صرف عليها حتى الآن مليارات الدولارات للأسف، وتهدف كلها إلى إطالة أمد عمر الإنسان. ماذا كانت النتائج؟ كانت النتائج أن العلماء أنفسهم وجدوا أن أفضل نهاية للإنسان هي الموت. لماذا؟ يقول أحد الباحثين في هذا المجال إن النهاية الطبيعية للإنسان يجب أن تكون الموت، وإلا فإننا سنزاحم أحفادنا وأولادنا على الحياة. تصور لو أن الحياة ليس فيها موت، أو أن الدنيا ليس فيها موت، سيتزاحم هؤلاء وستصبح الحياة مستحيلة. لذلك قالوا إن الموت هو ضرورة للبشر، وقالوا أيضا إن هذه الأبحاث كلها باءت بالفشل. لماذا؟ هناك معلومات خاصة عن الموت، سبحان الله، كل خلية في داخلها فيما يسمى الشريط الوراثي أو DNA، هناك برنامج يحدد عمر الخلية منذ أن تخلق أو من قبل أن تخلق. هذه الأمور لم يكن أحد يعلم بها من قبل، لذلك خرجوا بنتيجة أن الإنسان لابد أنه سيشيخ وسوف يهرم وسوف يصل إلى نهاية طبيعية هي الموت. ولكن ماذا عن الأبحاث التي صرفت فيها مليارات الدولارات؟ يعني عندما أنفقوا المليارات وحاولوا أن تكون هذه الخلايا عمرها أطول من خلال استخدام تقنيات حديثة في الطب، فإن الخلية إذا عاشت فترة أطول من الفترة التي هي مبرمجة عليها أساسا، ما الذي سيحدث؟ سوف تتحول إلى خلية سرطانية، سبحان الله. هذا الأمر يقودنا إلى نتيجة أن العلماء وجدوا لكل شيء دواء، استطاعوا أن يجدوا علاجات للسرطان، لكثير من الأمراض الخطيرة والتي كانت مستعصية في الماضي وجدوا لها علاجات، ولكن موضوع الهرم والكبر والشيخوخة لم يجدوا له علاجا حتى هذه اللحظة. سبحان الله دكتور. طب هل تطرق القرآن الكريم والسنة النبوية لهذه الظاهرة منذ آلاف السنين؟ سبحان الله، قبل 1400 سنة حدد لنا القرآن بدقة، قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق الموت والحياة. انظر، وضع الموت قبل الحياة. لماذا؟ لأن الموت هو الأساس، لولا الموت لأصبحت الحياة تعيسة جدا. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وآيات كثيرة تحدثنا عن حتمية الموت، يعني أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم،
يعني حدد لنا النتيجة التي وصل إليها العلماء قبل 14 قرنا، ولا نملك إلا أن نقول من أين جاء هذا النبي بهذا العلم صلى الله عليه وسلم. سبحان الله عليه الصلاة والسلام. ومشكور دكتور على الحلقة الجميلة دي. بارك الله بكم وجزاكم كل خير. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا بك دكتور. هذا هو القرآن قد أنقذ الإنسان على الورى إحسانا بالذكر والدعوات يا مبصر الأكوان.